مرحبا متابعي قناة حكيم لاماجيسيا. في هذا الفيديو سوف أعرفكم على أقوى تمرين لعضلة الذراعين البيسبس مع التريسبس بطريقة سوبر سات، وسوف أشرح لكم 8 تمارين أساسية يمكنك القيام بها في قاعة كمال أجسام أو في المنزل. وفي حالة إذا كنت لا تتوفر على الأوزان، يمكنك استعمال محفظة أو قنينة ماء أو أي شيء يحمل وزن. المهم أن تكون الأوزان ما بين 4 كيلو إلى 10 كيلو، فهي كافية جدا. Go. التمرين الأول، سوف تحمل الأوزان على هذا الشكل وتقوم بهذا التمرين بشكل بطيء جدا حتى تركز على عضلة البايسبس بشكل أحسن، وبعد أن تصل إلى 25 ثانية استمر في التمرين بشكل عادي. التمرين الثاني عندنا وهو لعضلة الترايسبس، وفي الأول سوف تقوم بالتمرين بشكل بطيء، وبعد 25 ثانية أسرع قليلا في التمرين كما سأفعل في الفيديو. Rest. Go. التمرين الثالث يا صديقي جد مهم لعضلة البايسبس لتكويرها والزيادة في حجمها. ما عليك فقط تطبيق نفس الطريقة التي أقوم بها الآن. Rest. Go. التمرين الرابع سنعمل على عضلة الترايسبس، والتمرين جد واضح ويمكنك القيام به 15 عدة، يعني 25 ثانية لكل يد. Thank you.
التمرين الخامس سوف نستهدف عضلة البيسبس الخارجية، وسوف يكون التمرين على هذا الشكل. التمرين السادس لعضلة الترايسبس، وهو واضح جدا لكم، فقط ركز في طريقة أداء التمرين بشكل صحيح. Rest. Go. وهنا في التمرين السابع يجب أن تركز جيدا معي، لأن بعد 25 ثانية سوف نغير محور اليد لنستهدف عضلة الخارجية للبايسبس. Rest. Go. بالنسبة للتمرين الأخير يا صديقي، جد سهل، وهو لعضلة الترايسبس. وهكذا سوف تكون تمرنت عضلة البايسبس مع الترايسبس بطريقة سوبر سات. وأتمنى أن ينال هذا الشرح إعجابكم، واتركوا لي في التعليقات رأيكم حول هذا الفيديو، وشكرا لكم والسلام عليكم. Congratulations, your workout is complete.